السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله تعالى، بداية اقتراح بسيط كده، يعني كنت أقوله امبارح بس الوقت طبعا طال في الدرس. يعني بما أننا نحب بيوت الله جل جلاله، وكما ذكرت بالأمس أنه كل واحد فينا لازم يحط لنفسه وقت من الأسبوع أو وقت يكون فاضي فيه أنه ينظف المسجد لله سبحانه وتعالى، شخص تاني يطيب المسجد، يعني كل أسبوع كده يجيب مسجد هنا في مسجد تاني، بس المسجد اللي بيصلي فيه وبعد كده ربنا وسع عليه فيوسع أكثر وأكثر، يجيب عطر للمكت في المسجد. ده والله هذا من عندي أنا والله، يعني يطيب المسجد. يعني أجمل شيء كده لما المسلم لما يسجد لله سبحانه وتعالى ويشم ريحة طيبة، يبقى مش عايز يقوم من السجود كده، هو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى وشم ريحة طيبة طلع كده، وتحتسب الأجر لك عند الله سبحانه وتعالى بإذن الله، يعني إن شاء الله. بدل يعني بعض الإخوة في أماكن كثيرة جدا يعني يشتكون، يعني إذا الإمام أطال في السجود شوية واحد بيقول لك أنا مش قادر من يعني ريحة المكت قفلت النفس عندي، فلو في رائحة طيبة موجودة في الأرض أعتقد أن محدش هيقدر يقوم إن شاء الله. ده شيء. الشيء الثاني أن طيب الأرض، الأولى بقى نطيب من يقف على الأرض بين يدي الله سبحانه وتعالى، إنه كل واحد كده يقدر يساهم بإزازة عطر صغيرة يضعها في المسجد هنا أو هنا أو هنا، وأي شخص داخل يصلي قبل أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يطيب لوقوفه بين يدي الله جل جلاله. فتخيل لو الأرض تكون ريحتها طيبة والمصلين كده كلهم ريحتهم طيبة بين يدي الله، كم يكون من الأجر عند الله سبحانه وتعالى؟ كثير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا أو فليعتزلن مسجدا. إليه؟ لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإنسان ممكن يكون مثلا لسه جاي من الشغل ملحقش يرجع بيته يغير هدومه، ملحقش ياخد حمامه، وعاوز حريص على الصلاة، فممكن يجب يعني ياتي بملابس الشغل، ولكن لما يجد طيب هيتطيب، يحصل هناك ألفة حتى بين المسلمين، إن المسلم شامم إيه؟ شامم ريحة طيبة من إيه؟ من أخيه المسلم. ده مجرد اقتراح والله من عندي، يعني أرجو إن إحنا كلنا يعني كل واحد فينا يشوف فيه يقدر يعمل فيه إيه؟ ويجتهد فيه لله سبحانه وتعالى. ثانيا، أود أن أذكر فقط في هذه الأيام المباركة ونحن نتقرب إلى الله جل جلاله بالدعوات والطاعات والقربات، أن أذكر إخواني بصلة الرحم. صلة الرحم يا إخواني التي انشغل عنها كثير من الناس، لا سيما الذين يعيشون في بلاد الغربة، كثير من الناس انقطعت صلتهم بأقاربهم إلا من رحم الله، كثير من الناس شغلتهم الحياة والسعي لطلب الرزق عن الالتزام بواجب هذه الصلة، حتى أن الله سبحانه وتعالى لما سماها صلة الرحم، الرحم مأخوذة في أصل اللغة من رحمة، رحمة هذه المادة في أصل اللغة العربية، واللغة العربية ما أجملها والله يا إخوان، تجد فيه تعانق وترابط بين الألفاظ وبين المعاني حتى في أصل اللغة وفي المعنى الاصطلاحي. وأنا حريص شوية دايما في الدروس بتاعتي إن أنا دايما أؤصل لكل معنى بأصله من اللغة، حتى يكون هناك ربط بين اللفظ وبين المعنى، حتى نعيش المعنى كما ينبغي. فكلمة الرحم مأخوذة من مادة رحمة، رحمة تدل على إيه؟ تدل على الشفقة والرحمة والرأفة. على من؟ على من ربط الله سبحانه وتعالى بيني وبينهم برباط غليظ جدا، حتى أن الله سبحانه وتعالى صلة الرحم. والإنسان يخلق في أين؟ فين؟ في رحم أمه، مش كده؟ للدلالة لاحظ كده الربط، صلة الرحم
والإنسان يخلق في داخل الرحم للدلالة على أن هؤلاء الأقارب أياً ما كانوا هم هناك رباط وثيق بيني وبينهم لا ينبغي أن ينقطع بأي حال من الأحوال. وأنا عارف أن في بعض الناس يختلفوا معي في الرأي ده لسوء أخلاق أقاربهم لأشياء كثيرة يرونها من أقاربهم، ولكن تعالوا بنا لنقف على ذلك من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح، لما خلق الله الخلق قامت الرحم قامت فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، أي يستجير بك من الذي يقطع هذه الصلة، يستعيذ بالله سبحانه وتعالى ممن قطع هذه الصلة. خد بالك وتدبر معايا كده الألفاظ وعيش المعاني معايا. هذا مقام العائذ بك من القطيعة، الرحم تتكلم. فقال الله سبحانه وتعالى أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت نعم. قال فذاك، الرحم اشتكت لله سبحانه وتعالى ممن يقطعوها، ممن تخلوا عنها وعن أداء واجبها، فاشتكت إلى الله سبحانه وتعالى. بل إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد على معنى من المعاني يربط دائما الله جل جلاله يربط دائما بين هذا الحق وبين شيء يحبه العبد ويتمناه. واخد بالك معايا؟ ربنا يربط دائما بين شيء، إذا أراد الله أن يؤصل شيء في علاقات المسلمين أو في حياة المسلم، وصلة الرحم ده خلق من أخلاق المسلم، أن المسلم يصل رحمه. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال الله عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، خد بالك، حريص عليكم إيه؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم. ونحن أمرنا بأن نتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. فصفة الرأفة والرحمة تحققت في النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، وهو الأسوة، فلنا أن نتأسى به. لذا قال في الشيء بقى عشان يربطنا بصلة الرحم، وحديث جميل جدا، حديث صحيح عن أنس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط له، خد بالك من التعبير، أن يبسط له، البسط يعني التوسعة في الرزق، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. من أراد أن يبسط له في رزقه، مين فينا مش عاوز رزق كثير؟ مين؟ مفيش حد، الكل يجري وراء الرزق الكثير، مش كده؟ طيب الرزق ده موجود في الطريق ده إن شاء الله. من أراد أن يبسط له في رزقه، وإيه كمان؟ وكلنا نفسنا نعمر في الدنيا على قد ما نقدر، مش كده؟ طيب ومن أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له، أي يمد له في أثره، أي في عمره، قال إيه؟ فليصل رحمة. كلنا عايزين ساعة الرزق، كلنا عايزين البركة في العمر وطول العمر، موجودة في صلة الرحم. كم تتكلم؟ سؤال على أقربك، مش لازم يعني الإنسان اللي ربنا لم يفتح عليه من الخير ليمن أو ليتصدق على أقاربه بالسؤال. والله في أقارب يعني أعرفهم يشتكون من أهليهم، يقول لك أنا عايزه بس يجي يسأل علي، أنا مش عايز منه حاجة، والله ما أنا محتاج له، ويقسموا لي والله يا شيخ أنا مش محتاج له، بس أحس إن أنا ليا أهل، ما أحسش إن أنا عايش في الدنيا لوحدي، أهل مليين الدنيا كلهم وأنا حاسس إن أنا عايش غريب، كأني مليش أهل، وكما يقولون كأني مقطوع من شجرة
ماليش أهل ولا أقارب وأهله مليين الدنيا ولكن الدنيا شغلته. لا، خد بالك، نحن نتقرب إلى الله كما قلت بالطاعات وبالقربات. كيف لنا نتقرب إلى الله بالفروض وبالسنن والنوافل ونغفل عن هذا الواجب؟ هذا واجب من الله سبحانه وتعالى علينا، لا بد وأن نؤدي حقه، لأن الله جل جلاله سيسألنا يوم القيامة عنه، فماذا سنقول له؟ ولا نتعلل بأن الأقارب سوء، بأن الأقارب يكرهونني، بأن الأقارب يحقدون علي، بأن الأقارب يحسدونني، بأن الأقارب يؤذونني. لا، الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طب دي تتحقق إمتى بقى؟ إمتى؟ قبلها قال إيه؟ ها؟ أنا أنتوا نسيتوا الآية ولا إيه؟ لا لا لا، ولا تستوي، أنا عايز أشوف الناس فاكرين الآية بس ولا لا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ولا تستوي الحسنة ها ولا السيئة. إيه دفع؟ مش هتدفع فلوس، لا، يعني اتعامل، إيه دفع؟ بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وشوف بقى ختمة الآية برضو كمان، أنا أحب نعيش مع القرآن قوي، ماشي؟ فربنا بيقول إيه؟ وما يلقاها إلا من؟ إلا الذين صبروا. ده محتاج صبر إن أنا أقاوم نفسي على اللي أذاني. والله ده محتاج صبر، أنا كمان محتاج أصبر، وإنت وكلنا. ولذلك ربنا قال وما يلقاها، عشان لما تشوف الجزاء اللي عند ربنا سبحانه وتعالى فتقول والله أي عذاب يشوفه الإنسان في الدنيا في مقابل الآخرة ده يبقى إيه؟ ولا شيء. فلما يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا، هم دول أهلها. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا من؟ إلا ذو حظ عظيم. خد بالك، وبعدها كمان بيقول إيه؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، لأن عارف إن دي برضه من مكايد الشيطان على الإنسان. قرايبك دول بيحسدوك، قرايبك دول بيؤذوك، قرايبك دول كذا، قرايبك كذا، فيقوم يبعدك شيئا فشيئا عن صلة الرحم ويقطعك عنها، مع إن ممكن يكون الإنسان بيصلي ويصوم ويزكي وعلى خلق كامل سبحان الله، ولكنه في هذه النقطة مقصر، مفرط، مضيع. الشيطان بيدخله من المدخل الضعيف اللي هو شايف دي نقطة ضعفه، فيقول له ابعد عنه عشان ما يضركش، ابعد عنه، ويفضل يزن للإنسان. بل القلب يحزن، والله وأنا أحزن يا إخواني، على الآباء والأمهات الذين يربون أبناءهم على قطيعة الرحم والعياذ بالله. ودي بتحصل وبنشوفها كلنا في بيوت كثيرة جدا، وأنا رأيتها ونحن نراها جميعا، ده واقعنا. يجي الأب مختلف مع أخوه، عم الأولاد أو مع خال الأولاد أو مع عمته اللي عمة الأولاد أقصد يعني، أو أي حد من الأقارب، ويجي الابن ينشأ في البيت ولسه ما يعرفش أي شيء. الابن يكبر، ممكن والله أنا قابلت ناس يعني يقولك أنا بقالي 30 سنة أنا ما أعرفش إن أنا ليا خال ألا بعد ما بقى عندي 30-40 سنة، والله ذنبه في رقبة أبيه، لأنه هو الذي أبوه هو الذي لم يعلمه لم يخبر. يعني تخيل صلة رحم مقطوعة لمدة 30 سنة، مين المسؤول عنها؟ الأب والأم. يجي الابن، أبي، أبويا، أمي، أنا عايز أروح لعمي، عايز أكلم عمي، عايز أتصل بعمي أو أتصل بعمتي أو خالتي أو خالي أو أي حد من الأقارب، لا 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 ما تكلموش، لا 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 ما تسألش عنه، لا 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 لا، ويفضل طيب حتى لو كان فيهم من السوء ما فيهم، من الممكن أن يكون بس نربيه كذا وكذا وكذا، ونعلمه إزاي يكون مراعاة الأدب والحدود، وفي نفس الوقت أعرفه صلة الرحم، وفي نفس الوقت إذا كان في أذى هيصل لأولادي أو هيصل للأقارب دول، يبقى أحاول إن يتم ده في أضيق حدود بدون
ما أقطع أو أقطع صلة الرحم بدون ما تقطع صلة الرحم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. خدت بالك من الكلمة دي؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. بل قال الله جل جلاله: واعبدوا الله، خد بالك من الأوامر دي، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبعدهم قال مين؟ وبذي القرب، وفي آية تانية قال إيه؟ وذي القربة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إلى آخر الآيات. يبقى الأمر من الله سبحانه وتعالى أمر إلزام علينا جميعا أن نصل الرحم حتى وإن أساءوا إلينا. لما ذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقال: يا رسول الله، لي قرابة، لي رحم، أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. طب أعمل معهم إيه يا رسول الله؟ أنا بصلهم هم يقطعون، بعملهم كويس بيعملوني وحش، أنا بصبر على أذاهم هم برضو بك. قال له إيه؟ قال له: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. المل اللي هو الرماد الحار اللي بينزل، عارفين الفحم كده لما يشتعل بعد ما يصفى الفحم وينتهي بيصير إيه؟ رماد. هذا الرماد قال: كأنما تسفهم المل. ده إيه؟ ده من شدة أو كناية عن شدة ما يلاقيه هؤلاء الأقارب من إحسان هذا الواصل. ثم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلة الرحم فيقول: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. مش الواصل إن يقول لك طالما فلان ما بيسألش علي أنا مش هسأل عنه، طالما فلان ما بيجيليش خلاص أنا مش رايح له. لا، الذي يصل رحمه هو من إذا قطعت، من إذا قطعت هذه الصلة وصله، هو ده الواصل، هو ده الواصل الذي يصل صلة الرحم. صلة الرحم لا تنقطع حتى بعد وفاة من كان سببا في هذه الصلة. أبوي وأمي كانوا سبب في الصلة بيني وبين عمي، بيني وبين خالتي، بيني وبين ولاد عمتي، وبيني أيا كان، دول كانوا أقارب. السائد عند كثير من الناس وأنا نسمعها كثيرا يقول لك: خلاص أصل الصلة اللي كانت بيني وبينه اتقطعت. ليه؟ لأنها ماتت أو مات خلاص، فما عادش في بيني وبينه قرابة. لا يا أخي، مين اللي قال كده؟ منين؟ فإيه الدليل على كده؟ ده في حديث جميل جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث متكلم فيه ولكنه يصح معنا. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ يعني أبويا وأمي ماتوا، طيب هل تبقى لي من البر شيء أننا أوصل به البر بعد وفاتهما؟ قال: نعم. قال: الدعاء لهما والاستغفار لهما. خلاص. ومن بينها وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. ده مش كده وبس، كمان ده قال في نهاية الحديث إيه؟ وإكرام صديقهما. يعني حتى صديق الأب أو صديقة الأم يكرمها الإنسان من أجل أبيه ومن أجل أمه، دي من بر الوالدين. في أكتر من كده؟ ألسنا بعد ذلك نكون حريصين على ألا نقطع هذه الصلة؟ لا سيما وإن كانت صلتنا بالله سبحانه وتعالى موصولة بالطاعات والقربات، فلا بد وأن نكملها بصلة الأرحام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يغفر لنا زلاتنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.